طيب ما أفضل عمل يفعله الإنسان في هذه العشر؟ هو ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمله. ما هو؟ نعم، الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يملأ وقته في هذه العشر معظم الوقت بالصلاة. صلى معه الصحابة 3 ليال، صلى معه ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم ليلة 25 إلى منتصف الليل. قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم صلى بهم ليلة 27 معظم الليل حتى خشوا أن يفوتهم السحور، ثم ترك الصلاة بهم مخافة أن تفرض هذه الصلاة على أمته. ولكن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أمنوا انقطاع الوحي فأحيوها، وبقي العمل على ذلك من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا.